أنا اسمي محمد الخطيب، عمري 16 سنة، بسكن في جحر الديك، نفسي لما أكبر أبقى معلم. وأنا اسمي محمد أبو الكاس، عمري 15 سنة، ساكن في حي السجاية، بس أكبر نفسي أصير دكتور. وأنا نورة طافش، عمري 12 سنة، ساكنة في حي الزيتون، لما أكبر حصير معلمة. وأنا اسمي سمعين السواركة، عمري 15 سنة، سكان جحر الديك، أمي تطلع مهندس زراعة. كنت أنا بحب أروح على المدرسة، كانت المدرسة حلوة والدراسة بقت حلوة، بقيت أحب الدراسة، بقيت أحب أدرس في المدرسة، بقيت أحب المعلمين، بقيت أحب زملائي، بقيت أحب اللغة العربية، بقيت أحب المعلمين، وأنا كان نفسي أن أطلع معلم عشان أدرس الطلاب. ضربنا أول ضرب على الحدود، كنا نطلع على المدرسة بدري، كان اليهود يطخوا علينا لما كانت تكون الدنيا خططه بقى نغيب عن المدرسه. كنا نتسحل لما تروح على المدرسه ومطخ علينا نتسحل تسحيل على المدرسه. من كثر ما كان يطخ علينا بقينا نكون خايفين ومرعوبين. من كثر غبت عن المدرسه مستواي يقل في المدرسه، ولما نقلوا مدرستنا على جحر على البريد، من جحر ديك على البريد صارت المسافه طويله، صرنا نطلع بدري بساعتين. لما صرنا نطلع بدري بساعتين صار اليهود يطخ علينا واحنا في العتمه، ما نعرفش نطلع، صرنا نتسحل تسحيل وبطلت من المدرسة من كثر ما كانوا يطخ علينا اليهود. الطريقة الوحيدة اللي بروح منها على المدرسة بس بخاف أمشي منها. مرة يوم من الأيام رايحين أنا وأولاد عمي محمود ومحمد نمر وحسين، مرة تجمعنا والمهم رحنا على المدرسة، رايحين على المدرسة من على الجبل، والمدرسة وراها الحدود وكل يعني اليهود يعني قريب على المدرسة. صار طخ علينا، تخبينا. يوم ما صار طخ علينا محمود خبى هنا هو وحسين، وانا تخبيت انا ومحمد نمر ورا الزينق، وضلينا من ورا الزينق والمصنع ضلينا نص ساعة. لما قلنا يمكن عاد بنروح اليهود، لحنا نقول والله نروح على الدار احسن لنا، بلاش يصير لنا حاجة ولا تنطخ. الحين قال مش روح بعد روح. بعد ما طخوا علينا اليهود خفت اروح على المدرسة، غبت 4 أيام على المدرسة عشان ما يطخوش علينا اليهود. صرت اما غيب 4 أيام صرت احلم كوابيس انه طف علينا البحر وانه صار يهجم علينا الحرام واليهود هدمونا دارنا. كنا أنا وأخواتي بنلعب هنا وكنا مبسوطين كتير وبنلعب على المراجيح وكنا نلحق ورا بعض.
بعد ما خلصنا مدرستنا قررنا احنا نروح نلعب فوق، فروحنا كنا طالعين مبسوطين وجينا هنا وقعدنا نلعب ولعبنا على المراجيح وقعدنا نزق في بعض وصرنا كثير مبسوطين. ففجأة اجى اطلاق من هناك من عند اليهود وصرنا نجري في الطريق وصرنا من كثر الخوف وقعنا، وبعد ما روحنا من البيت صرت خايفة كثير، بطلت اجي على المكان وصرت اخاف كثير كثير من اي صوت، يعني اي صوت صرت اخاف من ردة الباب، وصرت احلم في احلام مش كويسة، بطلت اجي على المكان صرت اضل قاعدة في البيت. شوف أرضنا هذه كانت أول نزرع فيه زيتون وبرتقال وحمضيات نبيع منها، جرفوها اليهود وبطلنا نعرف نوصلها، وهذا المنطقة عزلة كل من شرق نزرع ولا شيء كمان بطخوا علينا، يعني شيء ما بتوقع بالمرة. بروح على المدرسة الصبح وباجي الظهر، بروح المدرسة بسرع بالغنم عشان أساعد أبويا، لما بنرعى فين ما في رزق غير من وراء الغنم بيعشره، ووالده بنبيع من أولادهم خرفان بنبيع منهم نصرف من وراهم. بعد العدوان على غزة أخذت الغنم ورعيت في الشقة هذيك في النتبة، إجا الجيب وشردت غربت، لما خفت من الجيب أنا بطخ وبصاب الناس ضل الغنم وراي، لما روحنا فقدنا اثنين عودنا عليهم، عودنا الظهر لهم بدون الغنم ندور عليهم ما لقينا غير واحدة ميتة، والثاني ما لقينا جاء الجب طخ عليهم شردنا، لما مات الغنم تبعتي يعني زعلت كثير انا، وهي مدخل رزقي برضه. تبلغ مساحة قطاع غزة 365 كيلومتر مربع، علما بأن إسرائيل فرضت المنطقة العازلة على أراضي قطاع غزة بعد تطبيق خطة إعادة انتشار قواتها في أيلول عام 2005، والتي تمتد على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة على عمق 300 متر من الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل حسب المصادر الإسرائيلية.
إلا أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين وممتلكاتهم على مسافة بنحو كيلومتر ونصف على طول الحدود الشمالية والشرقية، وتمتد المنطقة العازلة بمسافة إجمالية تقدر بحوالي 62 كيلومتر مربع، أي ما يصل إلى حوالي 17% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وحوالي 35% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية فيه، وفقاً لتقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة.